استقبل دكتور علي بن فضل البعينين النائب العام بمقر النيابة العامة السيد محمد أكارجا النائب العام بتركيا في إطار الزيارة التي يقوم بها للنيابة العامة بالمملكة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات. وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي بين النيابتين، وتنظم هذه الاتفاقية أوجه التعاون في مجال تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات. وقد صرح الدكتور علي بن فضل البعينين بأن مذكرة التفاهم تستغرق صور التعاون القضائي كافة، بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع سرعة في التواصل والاتصال، بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات. وأشار البعينين إلى أن الاتفاقية تأتي تلبية لحاجة السلطات المعنية بإقامة العدالة في العالم إلى التواصل وتبادل الدعم فيما بينها، حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، خاصة في ظل اتساع نطاق الجريمة النوعي والمكاني والشخصي واستشراء الجرائم المنظمة العابرة للحدود. تم عقد اجتماعات سابقة مدة سنتين، زارنا النائب العام السابق ووضعنا أسس هذه المذكرة التفاهم. قمنا أيضا بزيارة للأخوة في تركيا واطلعنا على نظام القضائي في تركيا ونظام النيابة العامة، وكذلك ما يهمنا هو الأكاديمية القضائية التي تهتم بتدريب وتطوير قدرات أعضاء النيابة ورجال القضاء. بعد ذلك اتفقنا على محاور معينة في هذه الاتفاقية، كما ذكرنا موضوع تبادل الخبرات، موضوع المساعدة القضائية، موضوع الدورات المشتركة، موضوع الاتصال المباشر بين النيابات العامة في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة، الجريمة عبر الحدود، وكذلك جرائم الإرهاب وقصف الأموال.